يخطب الوالد سيد وسا هاشم السيد احمد الرفاعي الوزير والنائب شيخ الطريقه الرفاعيه في احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القران. والسيد يوسف الرفاعي زين النائب شيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه بدوله الكويت كان يسمونه ابو المولد، هو كان يسويه بسردابه بالشاميه وبالخالديه بيت جدتنا شيخ السيد يوسف الرفاعي، يعني زوج جدتنا السيد هاشم الرفاعي ووالدته الوالد نور السيد احمد الطبطبائي، وبالشاميه بيته وبالمنصوريه بسرداب على الديوان، بعدين طلع بالخيمه. والله بقلم استاذ دكتور احمد محمد نور سيف المهيري المشرف العام على معهد الشيخ راشد بن سعيد الاسلامي بدبي مكتبه عباد الرحمن، بصبح صفحه بشوف. والله سبحان الله. يقول ومع سيدنا نوح عليه السلام في سوره مستقله تدور تفاصيلها في من اوله الى اخره في مواقف نوح عليه السلام مع قومه، ملاقوا منهم من عنت واستكبار فقد لبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما حتى اخذهم الطوفان. عرج القرآن من جانب في من مواقف الأخرى حين أجملت السورة ما حل بهم من هلاك ليكمل السرد القرآني تفاصيل الهلاك وسبيل النجاة في سورة هود، فكانت مناجاة تنحبس في الأنفاس من الهول العظيم في أعين أب مشفق يرى مصارع الهالكين من الكافرين، وبين ابن حجب العصيان ومن وبين ابن حجب العصيان عنه سبيل النجاة عند المؤمنين، فكان من الهالكين ليكون ذلك عبرة في الميزان الإلهي الذي لا يحيف. يا فاطمة صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك الله شيئا. ممر العصور تقلب أحيان أخرجه مسلم في الإمام باب 89 يقول تعالى وانذر عشيرتك الأقربين، واحد على 291 حديث رقم 148 حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشكرا أبو يعقوب، وهذا موقع الإلكتروني.